حاجة مستحيلة تقدر عليك. جاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها متعب شوية. التعجب في الجمال، التعجب في الجمال، والمحافظة على الحق، والمحافظة على الحق، واحترام النبل، واحترام النبل، وتقرير الخير، وتقرير الخير. يقود الإنسان في حياته إلى أهداف، يقود الإنسان في حياته إلى أهداف. سيجعل في إرادته، سيجعل في إرادته، في إيدك القلب، في إيدك القلب، في إحساسه، في إحساسه، حب الناس، حب الناس، في تفكيره، في تفكيره، نور الحق، نور الحق. وانتوا كلكم عارفين ان احنا في جامعة هيليوبوليس عندنا هدف واحد بس. الهدف ده اللي احنا بنسميها في جامعة هيليوبوليس للتنمية المستدامة، تنمية مصر، تنمية المجتمع، تنمية كل فرد في المجتمع. بهنيكم النهاردة واحنا بنشهد مراسم تخرج الدفعة الثانية لكلية الهندسة. الأيام اللي في حياتنا بنعيشها مرة، اوعى تستسلم في ثانية للحظة مرة، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشرة. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها، وبتقدر توصل عيونه للنور في ليلها. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي أحلامك على سر المهنة، وأن أحافظ على سر المهنة.